طيب امبارح سأل سؤال دكتور سمير جعجع انه كل هل من الممكن للحزب التخلي عن حلفائه ليتم الحوار معه؟ بالطبع لا، وبالتالي يجب الا نتحاور معه. هل هذا مدخل لرساله وجهت الى حزب الله انه اترك حليفك التيار الوطني الحر ولا اقعد انا وياك واتحاور؟ لا لا، ما في رساله، بالعكس نحن التيار الوطني الحر بهالموضوع كولاترال دامج مثل ما بيقولوا، ما انه هو الدامج الاساسي، الدامج الاساسي انه هن غلطتهم الاساسيه انه بدل ما يوحدوا البلد يجيبوا كل الافرقاء سوا يمارس كرئيس جمهوريه فوق المحاور، بالعكس راح على المحور هداك على الاخر، وصرنا بالاخر انه يعني صار العهد جزء من يعني ساعة بيطلعوا لك بحلف الأقليات، ساعة بيطلعوا لك بمحور الممانعة، هن عم بيصرحوا بلسانهم ينتمون إلى هذا المحور، وبالتالي هاي المشكلة الأساسية مع العهد. المشكلة الأساسية مع معلمه لهذا العهد يلي هو حزب الله، يلي هو أخذ لبنان بمحور استراتيجيا، عم بحكي أخذه بمحور لا يريده الشعب اللبناني ولا تريده غالبية الشعب اللبناني. نحن ما بدنا نروح على محور الفقر ومحور التعتير ومحور الدكتاتوريات ومحور العزلة العربية والدولية، محور الاقتتال، محور الانخراط في حروب المنطقة. لا، نحن مع استراتيجية بناء الدولة في لبنان، حصر السلاح بإيد الجيش اللبناني، قرار الحرب والسلم، قرار الدفاع، قرار العلاقات الخارجية بيكون بإيد الدولة اللبنانية، سلاح ممنوع يكون بإيد أي طرف آخر. نحن مع الحياد تجنبا للانخراط في مشاكل المنطقة، والحياد لا يعني الالتزام بقضية فلسطين، هذه بين هلالين طبعا يزيدوا علينا يلي بدون يزيدوا، وبالتالي لا، في استراتيجيتين مختلفتين. نجح حزب الله بأن يأخذ هذا العهد إلى استراتيجيته، هاي المشكلة الرئيسية اللي هي مع عهد ميشيل عون، ما أنا قصة شخصية أو تنافس. بس أنتوا وافقتوا على البيانات الوزارية اللي كانت من ضمنها. نحن كنا نتحفظ على أول شيء، كنا نتحفظ على قصة الشعب والجيش والمقاومة، ما حدا قبضها، ومحاضر مجلس الوزراء بتدل على تمسكنا بهذا الموضوع، تمسكنا بسيادة الدولة وب قرار الدولة المستقل إلى آخره، على طول مواقفنا كانت واضحة بهذا. طيب حضرتك كنت عم بتقول إنه المشكلة بمعلم العهد، يعني المشكلة بحزب الله طبعا وليس طبعا المشكلة بالتيار الوطني، لبل آخرين يقول أو يعتبر بإنه حزب الله كان متاخد مع الوزير جبران باسيل، يعني مرات كتير أجبروا بأنه يرجع يمشي معه بخطة الكهرباء اللي هو أساسا مش مقتنع فيها، شفناهم أول مرة صوتوا رجعوا سحبوها مرة تانية على مجلس الوزراء لرجعوا صوتوا غير، بموضوعات عدة يعني كانوا بالعكس هن عم يرضخوا لسياسة التيار الوطني الحر، ولبل بالعكس عم بيوقعهم كان بمشاكل الداخليه، هن كان همهم انه يهتموا بالخارج ما يهتموا كثير بالامور. انا انتبهي، انا بعطيكي غير مثال، اكيد بالملفات الداخليه وهيك حزب الله ما في مشكله هو وياهم، يعني ولو اختلفوا بس طالما القرار الاستراتيجي الكبير عنده هو ما عنده مشكله. بعطيكي مثال، مأموري الاحراج باحدى جلسات، مش عم دفشي سر يعني، باحدى جلسات مجلس وزراء، وزراء حزب الله قاموا كانوا شرسين انه يجب انه على رئيس الجمهوريه ان يمضي هذا المرسوم. طبعا مأموري الاحراج هودي اللي قدموا فحص بالخدمه المدنيه، مأموري الاحراج او غيره 300 موظف هودي غالبيتهم من الطائفه الاسلاميه الكريمه. مأموري الاحراج ايه بيختلفوا اكيد على هالمواضيع الصغيره، بس القرار الاستراتيجي الكبير لما امين عام حزب الله بيقول لك خي الدوله لم تاخذ القرار ما خص الترسيم، اضطرت المقاومه تاخذ هي القرار. شو معناتها؟ بعد في دوله، بعد في رئاسه الجمهوريه، بعد في سلطه تاخذ قرار. هون لب المشكله، مش المشكله والله اذا اختلفنا على مأموري الاحراج او اختلفنا على تعيينات بشي وزاره. رح نحكي عن موضوع الترسيم ونفصله اكيد، ولكن خلينا ننتهي من الموضوع الرئاسي. اليوم اللي عم بيصير بين التيار الوطني الحر والقوات انهى فكره الرئيس القوي، هل توافق على هذا الموضوع؟ لكن
ما في رئيس قوي يعني قوي شو بعضلاته انه في في ما انتم كنتوا ماشيين فيها بال 2016 كمان وبكركي و... بال... لا مش تقلك شو في الرئيس صاحب الصفه الاكثر تمثيليا نعم هيك اوكي طيب يعني اليوم بس كل وضع له 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 احكامه طب ما ضل ميشيل عون 15 سنه من 2005 ل 2016 11 سنه انه الرئيس اللي اكثر تمثيلا في في البيئه تبعه طبعا كان في الرئيس الحكومه بتجيبوا البيئه تبعه هو اكثر الاكثر تمثيلا في في بيئته رئيس مجلس النواب شرحه طب لماذا هذا الشيء ممنوع على على رئيس الجمهوريه ولكن رئيس الجمهوريه المسيحي بده يكون كمان حاضن كل الافرقاء المسيحيين للاسف ضرب يعني هذا الاتفاق يلي صار هذه المصالحه الكبرى يلي ادت الى وصول ميشيل عون لل يعني نحروه نحروه لهذا الاتفاق بالصدر وبالظهر وبالتالي فقد الغطاء المسيحي عندما يفقد اي رئيس كان رئيس الحكومة أو كان رئيس مجلس النواب أو رئيس جمهورية عندما يفقد غطاء بيئته ما بيكفي تقولي لي أنا عندي 15 نائب أو أنا عندي لا اليوم إذا بدك تحكي بين الأرقام القوات اللبنانية هي الأكثر تمثيلا عند المسيحيين التيار بيقولوا غير وبرضه بيقول غير بيقول بده إياه شو عنده ثلاثة تشناك مش لإله معلش إنه هون بين هلالين يعني كل التعليقات العنصرية على أي موقف باخده أنا ريشار كويومجيون كل التعليقات عنصرية كوني أرمني يعني عنصريين وأكثر شيء جماعة التيار يعني كلام عنصري تجاه الأرمن أكثر من هيك ما بصير خلينا تكون معروفة وبالتالي ما يحط لا التشناك ولا الأرمن بجيبته وبالتالي إيه هوديك الست سبع نواب يلي جابهم بين 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 الطائفتين يعني الدرزية والشيعية بس عم مسيحيا البوبولار فوت واضح بس عم بحسن الموقع الأرمني وزاريا التيار الوطني الحر مش ربحانين جميلته مش ربحانين جميلته في التمثيل الأرمني قائم بالعرف وبالدستور مش ربحانين جميلة حدا ولا مني من حدا التمثيل الحقيبة. الأرمني بال 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 بالحكومات معلش يسمحوا لنا فيها كلهم سوا وبالتالي الصوت الشعبي المزاج الشعبي المود الشعبي يعني مجموع الأصوات وضحت العملية من يمثل عند المسيحيين وبرضو نحن لأنه حاطين المصلحة الوطنية العليا مع أنه بحقلنا نكون نحن في موقع رئيس الجمهورية قلنا لا إذا في من حلول مع المعارضة تؤدي إلى اسم آخر نحن منفتحون على ذلك ونأمل بعيدا عن المزايدات بعيدا عن العدميه يلي البعض بيتمتع فيها النيهيليزم خلص انه ايه كلهم وهودي منظومه وهودي قوات وكذا لا برجع بقول لك مش ناطرين شهاده حدا سجلنا تاريخنا نفتخر به مش ناطرين شهاده من احد مصلحه لبنان العليا ومصلحه المعارضه ان نتوحد تفضلوا كلنا سوا لكي نتوحد حول مواصفات الرئيس حول اسم الرئيس المستقبلي لنخوض المعركة سويا لإبعاد اللبنانيين وصعود من جهنم